مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لازم نفهم. اذا كنا هنتكلم عن حياه الناس في مصر فلابد ان نتحدث عن حوادث القطارات في مصر، لانه خلال الاشهر الاخيره والسنوات الاخيره كل عده اسابيع تحدث فاجعه كبيره وكابوس نصح عليه بان هناك قطار مرة من مزلقان ودهس أتوبيس أو سيارة أو غيره أو مواطن عادي بيمر، فتكون الكارثة عندنا دايما بترتبط بسؤال مهم، هو إحنا ما بنتعلمش من أي حادثة بتحصل في مصر أو واقعة خطيرة بتحصل في مصر، لأننا في كل مرة بنتكلم نفس الكلام وبنتناقش بنفس الطريقة، وبيطلع المسؤولين في الحكومة ووزارة النقل يقولوا نفس الأسباب ونفس التصريحات في كل مرة. إحنا ليه ما بنغيرش؟ هو إحنا مش شايفين الأسباب الحقيقية لحوادث المزلقانات في مصر؟ والسؤال الأخطر هو إحنا غير قادرين على العلاج ولا الحل، خصوصا إحنا عارفين إنه الأسباب بتتلخص في نقاط بسيطة جدا ومعروفة، يا إما عنصر بشري عامل مزلقان بيتقاضى مرتب ضئيل جدا وبيعيش في أجواء صعبة جدا وفي مكان متهالك، أو مزلقان غير صالح للاستخدام، غير مطابق للمواصفات، مزلقان ينتمي إلى القرون الوسطى، وفي الآخر المواطن المصري بيدفع حياته. فلازم نفهم بنتكلم عن قضايا كثيرة جدا في حياتنا، ولكن في هذه الحلقة هنتكلم عن قضية مهمة جدا عن حياتنا، لأن إحنا اللي بنموت والناس الغلابة اللي بتموت في مزلقانات الموت هم اللي بيدفعوا ثمن الإهمال دائما. والسؤال قبل ما نشوف هذا التحقيق، هل سنتحدث مرة أخرى عن مزلقانات الموت وكأننا لم نتحدث من قبل؟ إحنا في هذه الحلقة بندق ناقوس الخطر، لأنه مش شرط ان احنا نتكلم عن الشيء او القضية او الامر وهو لسه حادث او الواقعة لسه حادثة او الجريمة اللي انا بعتبرها جريمة مش حادث عادي بتحصل، لانه مش كل مرة هنستنى ان الناس تموت بالعشرات على مزلقانات السكة الحديد ثم نتحدث ونقعد نتكلم يوم او اتنين في البرامج كلنا وفي الصحف وينتهي الامر والمسؤولين بيقولوا نفس الكلام. هنشوف مع بعض التحقيق اللي عدوا الزملاء في لازم نفهم حول مزلقانات الموت، وهنرجع نتناقش وهنطرح الأسئلة اللي قلناها دي حالا، وأهمها احنا ليه ما بنتعلمش واحنا ليه ما بنتغيرش وليه ما بنهتمش على الإطلاق بحياة المواطن المصري. نشوف التحقيق ونرجع نتكلم. الأخطاء اللي بتحصل دي كلها أخطاء بشرية، واللي بيشيلها عامل الميزان في الآخر وفي الأول. الناس بتعدي بقى من تحت السلسلة برضه ومن فوق السلسلة. التقصير من هيئة السكة الحديد. هيئة السكة الحديد لم يحدث بها طفرة في تطوير المزلقانات من 1851 حتى الآن. اللي عدي يعدي هو حر، في جرس وفي صفارة وفي زمر الجرس. كنت في الحصة أنا وبنتي، بنتي ماتت وبنتها في أولى ثانوي ماتت، وباقي العيلة بقى اللي راحت كلها 28 واحد. ويتشح المصريون بالسواد في ظل وقوع حوادث متكررة على قضبان القطارات،
أو بمعنى آخر على مصل قناة الموت. كانت أبرز حوادث القطارات التي وقعت في مصر خلال السنوات الماضية: في أبريل عام 1995 اصطدم قطار بحافلة ركاب قرب قويسنا محافظة المنوفية، ما نتج عنه مقتل 49 شخصا. نوفمبر 1999 اصطدم قطار بشاحنة أدى إلى مقتل 10 أشخاص. 2008 اصطدم قطار بحافلة ركاب بالقرب من محافظة مرسى مطروح وقتل 44 شخصا. أكتوبر 2012 خرج قطار كان متجها إلى قليوب عن القضبان بسبب الإضاءة الخضراء لسيمافور المزلقان، ما أسفر عن مسرع 6 ركاب وإصابة 9 آخرين. نوفمبر 2012 اصطدم أتوبيس يحمل أطفالا بقطار رقم 165 بمزلقان في منفلوط، ما أدى إلى مقتل 62 طفلا وإصابة 13 آخرين. نوفمبر 2013 اصطدم قطار بسيارتين على طريق الفيوم دهشور فقتل 28 شخصا من أسرة واحدة وأصيب 34 آخرون، كانت من بينهم مجدة موريس التي روت لنا قصة نجاتها من الموت. أنا شفت القطر ودخل علينا، فيش بيني وبينه يمكن زي 3 متر بالظبط. أنا أفتكر إن القطر معدي كده من قدامي، فجأة تلاقيته خبطنا، فضل ماشي بنا لحد ما طلع ماين من على القضبان وراح واقف في الصحراء. فقدت بنتي مع 3 عيال، جوزها لسه ميت من 7 شهور، ما شاء الله 3 عيال. بنتها الكبيرة ماتت عندها أولى ثانوي عروسة، والبنت التانية مصابة في المستشفى، والولد يكون شعرين حزين على عمره كله، مفيش حاجة تعوضني عنها أبدا أبدا، ولا مال الدنيا. سلام لله. عندنا رسميا طبعا 1332 مزلقان، في مزلقات عشوائية مفتوحة، دي من زمان أيام النظام القديم والنظام اللي هو بتاع محمد موسى برضه، بس ضغط من المسؤولين إن هم بيفتحوا المعابر ديت معابر غير قانونية. بسبب الضغوط الشعبية وبدون إذن من هيئة السكة الحديد تم بناء مزلقانات عشوائية يقدر عددها في الوقت الحالي ولا تخضع لإشراف السكة الحديد ما بين 4200 وإلى 4500 مزلقان. 4000 معبر غير قانوني، ده عدد هائل. مش كل واحد قدام بيته يردم السكة الحديد ويعمل معبر غير قانوني وتحصل حادثة والهيئة تشيل الآثار المترتبة على هذا الحادث. طول ما في عامل بشري في أخطاء بشرية. من النهاردة هنساوي الهيئة 65000 عامل في السكة الحديد. لما يحصل مثلا خطأ بشر الواحد وارد انه يحصل، وارد الخطأ يكون برضه من الناس اللي مرة الناس العادية. غالبية المزلقانات وكل الحوادث بتلاقي مثلا يعني يا ناس شلت الجنزير وعدى والقطر جاي، يا غفير المزلقان ما كانش مثلا متواجد او كان نايم ولا حاجة، يعني وكل طبعا اخطاء مشتركة. مشكلات المزلقانات في مصر ان السلوك الحضاري زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للجمهور وبالنسبة للسلوكيات بتاع إهمال برضه في السكة الحديد، يعني في وسائل عديدة بالنسبة للإهمال، وإحنا بنعاني، إحنا كموظفين إحنا بنعاني من الإهمال. ساعات بنقفل الجنزير اللي معاه عجلة بعدي من تحت الجنزير، واللي معاه مسلك بعدي من تحت الجنزير، واللي ماشي من على رجليه بعدي من فوق الجنزير. لو أنت قلت لواحد منهم ما تعديش بشتمك. يجب أن يكون هناك عسكري مرور واقف على المزلقان لغاية ما الناس يبقى عندها ثقافة احترام إشارات المزلقان. لو الناس ارتفعت باحترام إشارة المزلقان قليل الحوادث هتقل بنسبة كبيرة جدا. في بطء في تطوير المزلقانات، المفروض مثلا النهارده مثلا في خلال مثلا سنة
اكون طورت جميع المذنبات على مستوى الجمهوريه عشان اقدر النهارده احسس الناس ان فعلا طورت. لكن النهارده انا بطور النهارده ايه؟ من 1332 مذلقان مطورين 57 مذلقان و171 تحت الانشاء تحت التطوير و500 بعقد لسه بيتطرح علشان يتطور. لو البطء استمر في تطوير المذلقانات طبعا الكوارث بتزيد، الحوادث بتزيد. اعداد المذلقانات في مصر اليدويه اللي هي بتعمل يدوي بنظام الجنزير او السلك 701. كانت الهيئه قالت انها هتطور 171 مذلقان من سنه 2008 لغايه 2013 ما شفناش تطوير للمذلقانات دي. المزلقان بيعمل بالجنزير وعامل بيوقف بالجنزير بشد الجنزير اللي ضمني ان عربيه تكون فلته فراملها او عربيه ماشيه تضرب الجنزير اللي عرفني ان الجنزير اتقطع او ما اتقطعش في اثناء الحادث. وده كان عندنا في شهر رمضان هنا حادث طبعا كل الدنيا سمعت بيه، كان حادث مروع واللي شفناه اول امبارح في حادث البطرشين كل المسؤوليه كلها بتقع على عامل الجنزير. انا ازاي عامل الجنزير نقدر نحاسبه وما نحاسبش الاعلى من عامل الجنزير؟ انا مفروض لو حادث نجيب من الوزير لحد عامل الجنزير. الناس بترفع الجنازير وبتعدي وبتحصل حوادث كتير، فبما ان بتحصل حوادث على المزلقان يبقى في مشاكل. تمام، انا شفت حادثه انا شفتها بعيني ان تاكسي جاي عكس ودخل وقع في الحته اللي في النص دي، عجلتين قدام وعجلتين ورا، القطر سحبه المضي لغايه كيلو قدام. مرتب 750 جنيه ما عملوش حاجه، يعني انا بنزل بطلع سوق بمسك شغل تاني بعد الشغل وباجي دماغي مش خلاني واقف على المزلقان، فالمزلقان ده لازم المرتبات تتظبط بالذات لغفر المزلقانات عشان يقف ايه سبت ال 12 ساعه بتوعه عشان يقدر ما يفكرش بقى ولا عيال ولا الكلام دوت ويحصل اي مصيبه على المزلقان. جينا بنجيب طلبات وبنعدي من سكه القطر هنا كده، فالقطر كان جاي وما عملش صوت اصلا واحنا ما سمعناهوش، يعني كان زحمه وكده برضه، فرحت وقعت وتعورت وكده، بس انا ما حسيتش بالتعور الا من الدم، يعني ما شفنا الدم ورحنا المستشفى بقى. وكان معانا ناس تاني، هما كانوا اتنين ستات برضك، يعني واحده ماتت خالص من ويانا قبل المستشفى والتانية برضك كانت رقبتها مفصوله عن جسمها خالص. القطر عشان يجي السريع ده بتلاقي هوجة قامت، ففي قطر ممكن يخبط كل يوم حد، ده اتنين او ثلاثة او اربعة كل يوم حد يوميا. لو حضرتك عاوز تيجي تصور حوادث يوم الحد على مزلقان العياط ده مسمينه مزلقان الموت. شفنا مع بعض مزلقانات الموت وشفنا المهازل اللي بتحصل لدرجة ان قطار بيمر على شريط السكة الحديد وسط سوق شعبي، الناس قاعدة على قضبان السكك الحديدية. وشفنا احوال وظروف العاملين في السكك الحديدية او عمال المزلقانات. ويمكن معلومات سريعة كده نعرف انه لم يتغير شيء في مصر سواء ما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أو الرئيس السابق محمد مرسي أو حتى في الفترة الحالية. في مصر نحو 1332 مزلقان سكك حديدية رسمي، والمفاجأة بقى أن في 4500 مزلقان عشوائي غير قانوني، يعني تقريبا أكتر من 3 أضعاف المزلقانات الرسمية. هناك معابر وما يزلقانات غير رسمية وعشوائية وغير قانونية وغير مطابقة للمواصفات بينشئها الأهالي. 4500 مزلقان. الدليل أنه لم يختلف شيء أنه في عهد محمد مرسي السنة اللي عادها في الحكم 62 معبر غير قانوني تم افتتاحهم في سنة واحدة أثناء حكم مرسي. هناك خطة لتطوير المزلقانات بدأت متأخرة كتير وتم الإعلان عنها في الحكومات المتعاقبة السابقة ولم ينفذ منها شيء، وحاليا هناك خطة نعتقد أنها تنفذ وربما تنتهي على شهر يونيو المقبل. تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحث أسباب حوادث القطارات قال إن 51% منها بيرجع إلى الأخطاء الناتجة عن أداء العنصر البشري، وقال ان هيئه السكك الحديديه ايضا تركز فقط على الانشطه اليوميه للتشغيل دون الاهتمام بتاهيل وتدريب العاملين الذين يبلغ عددهم 70 ألف
عامل في السكك الحديديه لا يحصلون على تدريب ولا تاهيل، وحضراتكم عارفين اهميه التدريب والتاهيل في اي مجال او اي قطاع في الدنيا. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الكرام، الدكتور احمد عبد المؤمن استاذ السكك الحديديه في كليه الهندسه بشبرا جامعه بنها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. منور يا دكتور. الله يخليك. وارحب بالاستاذ محمد عبد الستار رئيس النقابه المستقله للعاملين في السكك الحديديه. اهلا وسهلا حضرتك. منور. دكتور، من البدايه كده اللي شفته في التحقيق، وده يمكن تحقيق مركز عما يحدث، وهناك مشاكل اكثر من ذلك بكثير. تقدير حضرتك ايه الشكل الامثل للمزلقان؟ وايه تقييمك للمزلقانات السكك الحديديه اللي موجوده عندنا في مصر مقارنه بهذا الشكل الامثل او اللي موجود في دول العالم، ونحن نرى كل يوم حادثه قطار بسبب المزلقانات؟ والله قصه المزلقانات في هيئه سكك حديد مصر قصه قديمه جدا الحقيقه. بدات، انت عارف حضرتك ان هيئه سكك حديد مصر تم انشاء السكك فيها منذ حوالي 160 سنه. هي انشات من 160 سنه، انشاها الانجليز يعني منذ عهد طويل. المزلقانات قديمه قدم هذا العصر ال 160 سنه، وتزداد في الاعداد. كل ما بدا يعني دخل بقى اعضاء مجلس الشعب ومصالح لناس معينين، فكل واحد يطلب انشاء مزلقان لاهالي المنطقه اللي هو منها. كذلك تعرف حضرتك ان سكك حديد مصر بيبلغ طول الخطوط فيها حوالي 4600 كيلو تشق ربوع مصر بالكامل، بالاضافه الى 5000 كيلو ورش ومخازن وخلافه. ال 4600 كيلو دول اللي بيشق ربوع مصر من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب يتطلب ان يشق مدن وقرى. زي ما حضرتك عارف ان معظم هذه القرى، وكلنا نعرف طبيعه هذه القرى، ان المنطقه السكنيه او القريه بتقع على جانب، بينما الحقول بتقع على جانب اخر مثلا على سبيل المثال، او تجد المدارس بتقع في جانب والمناطق السكنيه تقع في الجانب الاخر وهكذا، او داخل المدن مثل الخط اللي هو بتاع الصعيد اللي يشق منطقه امبابه، فتجد ان جزء يشق المدينه فجزء في الناحيه الشرقيه وجزء في الناحيه الغربيه. مصالح الناس ليست متركزه في جانب واحد، مصالح الناس بين الجانبين، فهذا يتطلب ايضا على الفتره الطويله ال 160 سنه دي ان لابد ان الناس ينتقلوا من منطقه الى اخرى لدى اعمالهم ومن في ظروف مختلفه، فكان يتطلب انشاء مزلقانات. وهذا حقيقه لابد ان تراعى مصالح المواطنين دي، لابد ان احنا نؤديها، لا يمكن ان احنا نعطلها. طيب كيف اذا نحل هذه المشكله؟ هذه المشكله حلها في العالم كله كما تم في كندا وكما تم في فنلندا على سبيل المثال. عملوا ايه؟ الاتي. مثلا في فنلندا وجدوا عندهم في سنة من سنة 2004 إلى سنة 2006 كان في عندهم 68 حالة وفاة اصطدام قطارات بمشاة أو اصطدام قطارات بحافلات. القطارات تصطدم بالحافلات وتؤدي إلى وفيات. وجدوا أن عدد المشاة اللي توفوا في هذه الفترة من 2004 إلى 2006 46 شخص، والباقين نتيجة اصطدام بالحافلات. طب هنقف عند تجربة فنلندا وهنكمل، لان انا عندي فاصل سريع. اتفضل. هنكمل مع التجربة دي ونرجع لاستاذ محمد عبد الستار كمان، لكن انا عايز انوه انه كان المفروض يكون معانا النهاردة في هذه الحلقة ممثل وزارة النقل المسؤولة عن السكك الحديدية في مصر، الدكتور عبد الحليم عمر مستشار وزير النقل، ولكنه اعتذر قبل الحلقة مباشرة. واحنا دايما بنعاني زي ما حضرتك عارفين من في بعض الحلقات اللي بتناقش مشاكل جماهيرية بهذا الشكل من اعتذار المسؤولين في الحكومة المصرية، لكن احنا هنناقش القضية مع بعض. ووزارة النقل اذا كانت مسؤولة عن حياة الناس في هيئة السكك الحديدية فكان ينبغي انها تكون موجودة عشان تتكلم مع الناس بمنتهى الصراحة والشفافية. هنروح لفاصل ونكمل مع بعض.
نكمل مع بعض مناقشة قضية مزلقانات الموت في السكك الحديدية. وقبل ما ننتقل للأستاذ محمد عبد الستار هنسمع الدكتور أحمد عبد المؤمن أستاذ السكك الحديدية في كلية الهندسة شبرا جامعة بنها. تجربة فنلندا لما لقت أنه عندها حوادث قطارات بسبب المزلقانات والسكك الحديدية وصلت 46 واحد توفوا في للمشاة المشاة 46 اصطدام بالقطارات من 2004 ل 2006 عملوا ايه بقى؟ وباقي ال 68 46 و68 الباقي كان اصطدام قطارات بالحافلات يعني ادت الى ضحايا تقريبا الرقم ده بيروح عندنا في حادثه واحده بيموتوا عندنا في حادثه واحده. انا اقول لحضرتك برضو ان انت حضرتك تعرف ان يعني قبل ما ادخل في موضوع فنلندا عايز اقول لحضرتك ان السكك الحديديه في العالم وكسيستم سكه حديد هو امن جدا. من المفترض علميا ان يكون امن بدرجه 100% لا يوجد اي خلل في نظام السكك الحديديه. اما الحوادث اللي حضرتك بتسمع عنها فهي نتيجه خلل يبقى في عيب لابد ان يكون هناك مشكله في مشكله لابد ان في مشكله. لو مثلا جينا بالنسبه للمشكله بتاعت المزلقانات ناخد بس مشكله الحوادث على المزلقانات. طب فنلندا عملت ايه؟ فنلندا عملت برنامج في سنه 2008 بروبلم سولفينج جايد. هذا المشروع دليل حل المشكله دليل حل المشكله وعن طريق الانتر كان يغلب عليه طابع الانترفيوز او المقابلات مع الاشخاص الاشخاص اللي هم القاطنين حول السكك الحديديه واللي بتكثر عندهم المشاكل زي مثلا عندنا منطقه العياط او مزلقان دهشوق المناطق اللي بيبقى غالب عليها فيها حوادث متكرره وفيها كثافه سكانيه عاليه وممكن ما يكونش فيها كثافه لكن في حوادث زي مثلا مناطق زراعيه وخلافه. فبدات عن طريق الانترفيوز وتضع كوتشينير مجموعه من الاسئله وتطلب الاجابه عليها لفتره. استمر هذا البرنامج من سنة 2008 حتى إبريل 2013 حتى هذه السنة سنين. في هذه السنة في إبريل 2013 صدرت النتائج. عندما شاهد السوق الشعب هوت على قطبان السكك الحديدية على المزلقان سوق وناس بتمر عادي والقطر بيعدي. أنا هتطرق لحضرتك برضو لهذا الموضوع. إن فنلندا لما عملت الانترفيوز واصدرت نتائجها نتائج هذا البرنامج في ابريل 2013 هقول لحضرتك النتائج مباشره. النتائج يعني حركة هنقول واقع شبيه بالواقع المصري من هذه النتائج. اولا حوالي 50% من الناس اجابوا بان العبور على المزلقانات امن. يعني حاجة غير طبيعية. فنلندا دولة أوروبية. معظم الناس اللي بيعملوا حاجة اسمها تريسباسنج. تريسباسنج يعني عبور غير قانوني للسكك. دول 50% من الناس من العينة العينات اللي أخذوها قالوا وأدلوا إن في الكوتشينير بتاعهم أن العبور أو تريسباسنج على هذه السكك آمن 100%. 15% من الناس قالوا ان العبور على هذه المزلقانات لجل. هم شايفين ان ده شرعي. اما حوالي 17% منهم فقالوا انهم غير مدركين. يعني ما يعرفوش اذا كان مش فاهمين الموضوع ايه. والباقي حوالي 18% كانوا بين يعني ايه بين امن وبين لجل او الليجل ولكن هو وجد انه الليجل ولكن هو يريد ان ينفذه بطبيعته. شايفه غير شرعي بس بينفذه. لكن هو هيعمله لانه ليه بقى؟ لانهم راوا ايضا من الكوتشينير ان من اراء هؤلاء الناس ان العبور على هذه المزلقانات الهدف الاساسي والدافع الاساسي له هو شورت كات. انه بيوفر له عبور سريع مهما كانت المخاطر التي يتحملها البشر. فالحكومه الفنلنديه لم تأخذ إجراءات بمفردها لحل هذه المشكلة ولكن أشركت معها السكان المجتمع ككل استطلعت آرائهم بالظبط وشافت شافت الوضع من التجربة من جميع الزوايا يعني حضرتك بتقول من جميع الزوايا ومن الحياة. فعلا في العلم كده اسمه تيلور ميد
تيلور ميد يعني انت بتحل المشكله في نفس موقعها في نفس موقعها. وده فعلا اللي عملوه عن طريق الحل في المحليات او الكوميونيتيز. وده برضو اتعمل في كندا في 2003 عملوا برنامج اسمه كير كير اللي هو كوميونيتيز اناليسيز ريسبونس ايفالويشن كير سي اي ار اي. برضو اعتمد على حل المشكله مع الناس ليس ان انا اجي افرض امور انجينيرنج فقط لان حلول هندسيه ولا تخطيطيه ولا الكلام ده. حلول المشكله لها حلول علميه. طب وجدوا الحلول في ايه؟ الناس قالت ايه؟ حتى سائق القطارات نفسهم ادخلوهم في الكوتشنير لانه شايف اكتر شايف اكتر من الناس كلها كل يوم وعارف الاماكن اللي فيها مشاكل اللي تحتاج كوبري او يحتاج اندر باص. كل ده عشان 46 ماتوا في سنتين 68 خلال السنتين. طيب هنرجع تاني لكن انا استاذ محمد حضرتك رئيس النقابة المستقلة لعمال السكك الحديدية واكيد ايديك في زي ما بيقول الدكتور احمد ايديك في التجربة اليومية في الحياة في المشاكل أكيد. فعارف كل حاجة بتدور على ارض الواقع أكيد. وعارف مشاكل العمال كمان والقصص دي كلها. لما نوصف او نقدر نرسم كده صورة لمشكلة المزلقانات في مصر نقول انها مشكلة مستعصية ولا يمكن حلها ولا سهل حلها؟ هو يمكن حلها بس اذا استخدمناها او ابتدينا نفكر صح فيها ما غلبناش المصالح الشخصية على الـ المصلحة بتاعت الدولة كلها. المشكلة سهلة وبسيطة لكن احنا ده اسمه السهل الممتنع عندنا. السهل الممتنع ازاي؟ اولا العنصر البشري مفيش تطوير مفيش تدريب زي ما قلنا هنا الحكومه نفسها اللي بتقول ان مفيش اي تدريب. لا هو الحكومه يعني هذا المركز للتنظيم والاداره بيقول مفيش اي تدريب لل 70000 ما هو انا عندي معهد اسمه معهد وردان. معهد وردان ده من ايام المعزول جم عشان طبعا ايام بدون داعي ذكر اسماء لشخصيات معينه جم اجروا المعهد ده اللي هو كان اكبر سنه كام 2005 2006 تمام. اجروا المعهد ده اللي بيدرب جميع الكوادر بتاعه الهيئه الفنيين والعمال العاديين وكل حاجه. حتى ان هو في مدرسه صناعيه بيخش من الاعداديه لغايه ابتدى الدبلوم بيطلع متخصص في شغل معين. جه اجروا المعهد ده اجروا الاكاديميه البحريه ما مش عارفين ليه ما حدش لغايه دلوقتي عارف ليه. هو فين؟ في وردان. مش عارفين لغايه دلوقتي ليه. فجه طبعا بعد الثوره طبعا عملنا مذكره كامله كانت كنا في الوقت ده وانا ائتلاف 25 يناير في السكه الحديد. عملنا الدكتور علي زين العابدين مذكره بيه وفعلا كوزير كان ساعتها الوزير فعلا ابتدى يتحرك وقال لجنه تتعمل ومن ضمنها ناس من عندنا من الائتلاف على اساس انه ايه لان احنا كلنا شايفين وعارفين اللي بيحصل هناك. لكن كان في بعض العراقيل من رئيس الهيئه انزاك. ليه؟ لانه اساسا كان مشترك في الـ احنا بنسميها فضيحه وردان. لاني اتخذ كل حاجه تمام ومحدش عارف. الجهاز المركزي حتى ذاكر الكلام ده لازم يتحول للنيابه العامه الناس اللي تسببوا في الكلام ده ولا حياه لما تنادي. جه الوزير علي زين العابدين مشي تمام ومشي معاه طبعا ما حدش عارف حاجه. جينا لما جه حكومه الاخوان الوزير طبعا احنا قلنا يعني قالوا احنا ضد الفساد وضد وضد ماشي ماشي. رحنا فقعدنا اتكلمنا معاه قلنا له احنا في تطوير عايزين نطوره احنا مش عايزين فلوس دلوقتي احنا عايزين نطور الهيئه من ضمنها المزلقانات. لان المشكله عندنا مش العامل المزلقان ده ايه؟ عامل المزلقان ده بيشتغل 12 ساعه وده خطر جدا. ده المناوبه بتاعته 12 ساعه؟ مظبوط. طب ما قانون العمل ما بيقولش الكلام ده. لا هو احنا ما عندناش معلش احنا الحكومه عندنا عمل لحد اقصى 8 ساعات وفي 7 ساعات والكلام ده. لا هو احنا ما بنطبقش على الحاجات دي. 12 ساعه؟ 12 ساعه تمام. وهو مسؤول عن اخطر مهمه في الدنيا. طب يا ريت ال 12 حياه ناس بقى يا ريت ال 12 ساعه دي وبس. لا هو ما عندوش اقل سبل
الحياه في مفيش دوره ميه مفيش دوره ميه دوره ميه لا طبعا في الاوضه اللي قاعد فيها او الغرفه هو دي. فين الغرفه اللي قاعد فيها اللي بنشوفها دي فوق كده لا هو مش فوق هو المفروض ان الغرفه بتاعته بتبقى جنب المزلقان جنب المزلقان تمام على اساس ان على ما ينزل من فوق كده لا هي الامام بتاعه كده جمعة فوق دي ايه لا الفوق ده البلوك البلوك تمام البلوك ده عامل البشر تمام تمام مفيش سبل يعني المعيشه العاديه تمام وانت بتدي له 12 ساعه طيب يا ترى انت مخلي الاجراس والاشارات ووسائل الاتصالات عنده سليمه لا لا مفيش طيب لو انت دلوقتي وقفت عامل المزلقان ابتدى عامل المزلقان ده وجيت جت عربيه تخش على احنا بنقول سلوك جه واحد وجه قال لهم لا بيضربوه ما عندوش ضبطيه قضائيه ما عندوش اي حاجه يبقى ده برضو اهمال من عندنا احنا ان احنا ما وجهناش وزاره الداخليه ان لازم يكون حتى على الاقل عسكري واقف معاه تمام في المزلقانات دي حاجه المفروض ان انا عامل المزلقان ده 8 ساعات وما يبقاش واحد بس يبقى 2 هتقولي مفيش هتقولي مفيش ما عنديش عماله لا انت عندك 8 شركات ولا تستفيد منهم اي ابتدى باي حاجه في الهيئه عندك شركه مثلا النظافه والامن لو انت دلوقتي الناس دي بتاخد من ميزانيه الهيئه كتير لكن يعني مش هنقول ان هم ما بيشتغلوش بيشتغلوا بس في قطاع معين اللي هو الامن ما بيشتغلش ليه لان ما عندوش ضبطيه قضائيه بيقف هيعمل ايه ما يقدرش يعمل حاجه طب انتوا ما عرضتوش المشاكل دي كلها على وزير النقل الحالي يا فندم احنا تقدمنا لوزير النقل مرتين ان احنا نقابله عشان نطور وكانت الحجه كنقابه احنا معانا تطوير احنا مش عايزين فلوس ما هو انا دلوقتي استحي ان انا اقول له انا عايز فلوس ما اقدرش اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى ما اقدرش ليه لان انا بقول له انا عايز اطور اديني فرصه ان انا اطور معاك تمام عشان لما اجي اطلب منك فلوس هتديني حلو لان انا بطور وده اولا خدمه الركاب الاول خدمه الركاب دي هدخل لي فلوس وقطاع النقل البضائع والكلام ده كله طب انت دلوقتي انا بعتقد لاني انا اتعاملت مع الوزير يعني انا بعتقد ان اللي حواليه بمستشاري وانا بتكلم وبقول على مسؤوليتي لان انا قابلت الناس دي تمام وقالوا لي احنا الاول لازم نطلع وانا هديله متفق اللي هم المستشارين والمساعدين بتوعه تمام قبل ما تقابله قالك لازم احنا نطلع لازم احنا نطلع اوكي اطلع لا يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اولا عشان يطلع يبقى لازم يكون انسان متخصص بدون ذكر اسماء تمام ما يجيبليش لواء يقول لي اتفضل تمام اعرض عليه يعني ايه طب ليه ما تقابلوش الوزير يعني هو عيب انا مش عارف ما لغايه دلوقتي انا مش عارف ما حصلش مقابله لغايه دلوقتي ما حصلش مقابله وانت عندكم خطه كامله للتطوير كامله من اول العامل المزلقان لغايه رئيس الهيئه لغايه رئيس الهيئه وانا دلوقتي انا بطور بديك يعني انا ايه مش هحمل الدوله حاجه انا الناس كلها كان المعتاد كانوا بيروح يقولوا ان احنا عندنا مشاكل لا احنا بنروح نقول عندنا مشاكل وخمس حلول ليها اهي حضرتك اختار مش هنكلف الدوله حاجه ومن ايراد السكه الحديد وهنقدر ونقول لك ازاي لان في ناس عندنا في النقابه طب حد لاقي الكلام ده حل ده طرح كويس يعني انا مش عارف يعني لغايه دلوقتي هي المشكله عندنا عاده في السكه الحديد القصه ماشيه زي عزبه بالظبط ما عمرها 160 سنة فالعزبة بقت عزبة يعني مثلا أنا مختلف أنا الأستاذ مجدي تمام أنا بقبلش منه كلمة حتى لو جاي بقولك اتفضل أدي التطوير أهو تمام ما هو اللي على راسه بطحة معلش أنا آسف يعني بيخاف لأن أنا داخل أنا معايا بقولك أنا عايز أطهر وأطور يعني حاطين جدار عازل على الوزير مش عايزينكم توصلوا له لا ليه لان احنا لانك انت بتقول تطهر وتطور هتطهر مين فطبعا طبيعي لان احنا عاملين بلاغات النائب العام ده من 2005 على فكره في مصالح كتير في مصالح تمام بس القانون بياخد مجراه واحنا عاملين بلاغات النائب العام واحنا 2005 اه طب ومصيرها ايه احنا فات 8 سنين مش عارف
يعني مش عارف ده البلاغات بتاعت نائب العام بتحول في نفس اليوم تحقيق جرى فيها تحقيقات. هو جرى فيها تحقيقات وعد فترات في نيابه الاموال العامه العليا وبعدين لسه لغايه دلوقتي. يعني ايه لسه؟ ما اعرفش. ما انا مش جهه قضاء انا يعني 8 سنين تحقيقات نيابه ما خلصتش وفيهم ناس طلعوا على المعاش وفيهم ناس لسه طالعين على المعاش وفيهم ناس لسه هيطلعوا على المعاش بعد 3 4 سنين مش عارف ليه. انا فاكرها قضيه شهيره جدا. ايوه صح تمام صح وفيها تحقيقات كتير جدا. ايوه وكله استدعى وكله اتكلم وناس كتير والكلام ده ناس دخلت وف كله طبعا الله اعلم الله اعلم مقفوله يعني مقفوله بقى لها 8 سنين. طب خلينا احنا نفتح فاصل وما نقفلوش ونرجع نكمل لان دي من الحاجات العجيبه جدا في مصر انه تحقيقات في قضيه شهيره جدا مصر كلها كانت بتتكلم عنها في هذا الوقت وهي مسألة ما يجري ويحدث في هيئة السكك الحديدية. مظبوط. ومن 2005 ل 2008 ما ظهرش أي حاجة فيها رغم إن في قضايا كثيرة جدا تحاول تحقيقات في نفس اليوم. يعني أنا مثلا في وقت من الأوقات كان عليا 64 قضية نشر يعني صحافة فكنت بتحول للنيابة في نفس اليوم استدعاء عاجل في نفس اليوم رغم إن أنا حد غلبان يعني لا هيئة السكك الحديدية ولا أي حاجة ولا عندي أموال دولة ولا بشتغل في الحكومة خالص بس في نفس اليوم. بعد الفاصل هنكمل. اهلا بكم من جديد ونواصل مع بعض مناقشه قضيه مزلقنات الموت في السكك الحديديه. الاستاذ محمد عبد الستار رئيس النقابه المستقله لعمال هيئه السكك الحديديه فجر مفاجات كتير قبل الفاصل بانه وزاره النقل ما بتستمعش لمقترحاتهم لحل مشاكل الهيئه والمزلقنات وكل المشاكل الفنيه والاهمال والتجاوزات اللي فيها. وايضا قال انه تحقيقات نيابه وقضيه شهيره جدا وبلاغات مهمه جدا في نيابه الاموال العامه من 2005 حتى 2013 لم يحدث فيها شيء. واحنا عارفين ان اكيد هيئه زي السكك الحديديه عمرها 160 سنه ظلت مغلقه بهذا الشكل اكيد فيها فساد وتجاوزات كتيره جدا ولابد ان تحل اولا قبل ان نتحدث عن التطوير. يعني انا رايي الشخصي ان التطهير قبل التطوير ولا ايه يا دكتور احمد؟ طبعا ده اذا كان هذا الكلام بالحقيقه برضه لان انا ما عنديش ادله برضه على هذا الكلام اذا كان هذا الكلام صحيح لكن اعتقد ان انا يعني انصح حضرتك تسعى تاني وتسعى تسعى تسعى جاهدا ان تقابل السيد الاستاذ الدكتور وزير النقل الدكتور الدميري مرتين. انا حاول انه انا اعرف يعني هو استاذ كبير وعالم جليل ان انت لو حاولت انك تقابله وتقدم له هذه المستندات وهذه الاراء اعتقد انه سيقبلها منك. حاول قدر الامكان. والله انا حاولت انا وصلت لهم كذا مره انا فعلا يعني 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 الطلبين بتوعك لمقابله الوزير وصلوا له ولا ما وصلوش يا فندم؟ هو دكتور الدميري هو انا مش ما ده مديرين مكتبه هم اللي موقعين عليه. تمام. انا قايل له في الطلب ان موجود عايزين نطور مش عايزين اكتر من كده. الجواب سيادة الدكتور مهندس وزير النقل المحترم موقع باسم محمد عبد الستار عبد الواحد رئيس النقابة وبعد الديباجة والكلام ان النقابة ده الجزء اللي يهمنا النقابة العامة المستقلة للعاملين بسكك حديد مصر تمد يدها لكافة المسؤولين والاجهزة المختصة للتعاون معها من اجل رفعة هذا المرفق والنهوض بالخدمات والعاملين بهذا المرفق والاستقرار اوضاع العاملين بالهيئة لتنفيذ التنمية المطلوبة وأن النقابة المستقلة بالهيئة تتشرف بتقديم عدة مشروعات لتطوير الهيئة والقضاء على السلبيات الموجودة والحلول المناسبة التي تساعد على خدمة العاملين والهيئة لوضع ذلك في الاعتبار عند التعامل والتعاون مع سيادتكم من أجل العمل والعمال والنهوض بالمرفق الهام وهو مرفق السكة الحديد. وأخيرا الرجاء من سيادتكم التكرم في تحديد مقابلة مع سيادتكم لعرض أهم الملفات الهامة والعاجلة. الأمين العام مكرم فرحات رئيس النقابة محمد عبد الستار. ده استلموه في الوزاره الاستلام عند حضرتك تحت موجود الختم والاستلام وكل حاجه. طب ممكن استاذ مجدي استاذن حضرتك اسال الباشمهندس سؤال واحد بس؟ اتفضل. يعني من ضمن الاراء بتاعت حضرتك لتطوير المزلقنات او حل مشكله المزلقنات ايه اقتراح حضرتك؟ اولا العملي
لان زي ما حضرتك عارف ان تطوير المزلقانات ده يتطلب تمويل، لانه مشكله متراكمه زي ما قلت في الاول متراكمه. وتطوير المزلقان الواحد لا يقل تكلفته عن 1.5 مليون. لا يا فندم ده اذا لا 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 انا الكلام ده يعني محسوب. اقول لك انا اسف انا اما آسف اذا يعني. اما اذا انشات كباري او اندر باسز يعني الانفاق، فهتبقى التكلفه متضاعفه، هتبقى مش يعني كبيره جدا. ف يعني بالاضافه ان الحل ليس حل انجينيرنج بس، الحلول يعني في العالم كله في حاجه اسمها استاذ مجدي 5 ايز. 5 ايز ايه هي الفايف ايز؟ الفايف ايز هي بعض العناوين اللي تبدا كلها بحرف اي. اولها واهم عنصر فيها هو الاديوكيشن، التعليم. تمام. التعليم لمين؟ اللي حركة انا قلت في الاول التدريب، ولكن نضيف عليها التعليم في المدارس، التعليم عن طريق الميديا، البيهيفير بتاع الناس لابد ان يتغير. يعني انا لما تلاقي السكة الحديد مقفولة حتى لو بسلسلة، وتجد ان سواق يندفع يخترق السلسلة ليعبر السكة الحديد، هل ده يظن او يعدي من تحتها؟ هل هذا بيفجر السلاسل دي يعني مين اللي دي كانت صفقة واحد كان جايبها؟ طبعا. لا 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 بص يا دوك يا باشمهندس، السكة السلاسل دي متوارثة من ايام الانجليز، كانت موجودة. لا يا فندم، كان في حاجة اسمها شواديف ما زالت موجودة برضو، ولكن انا عايز اقول لحضرتك معلش يا فندم، احنا اللي اقترحنا السلاسل دي. طب هستأذنكم بس، انا معايا مداخلة مهمة وهنكمل هذا النقاش. معانا المهندس محمد محمود، مسؤول تطوير المزلقانات في هيئه السكك الحديديه. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. احنا بنناقش قضيه مزلقانات السكك الحديديه وانقاذ وحقن دماء وارواح المصريين في هذه الحوادث المتكرره. نعم. ماذا تفعل الهيئه لحل هذه المشكله، خصوصا ان احنا تحدثنا كثيرا عن حلول، مع كل حادث بنتكلم عن حلول. أيوة. ولا يحدث شيء. الحقيقة الهيئة في هذا الموضوع بتعمل على 3 محاور. المحور الأول هو تطوير عدد 171 مزلقان جاري حاليا تنفيذهم بمعرفة شركتين. الشركة الأولى اسمها شركة كيرنكس وشركة هندية بتطور 136 مزلقان. تم تنفيذ 45 مزلقان منهم ودخلوا الخدمة بالفعل. و في شركة أخرى أسباني اسمها شركة كينيس واخدة عقد لتطوير 35 مزلقان، تم تطوير 13 مزلقان منهم ودخلوا الخدمة. ده حضرتك هو المحور الأول. أما المحور الثاني فهو تطوير عدد 150 مزلقان. تم التعاقد فعلا على 75 منهم، منهم 50 لشركة ألماني و25 لشركة إيطالية. تم التعاقد عليهم وجاري توريد المهمات لبدء التركيبة. في 75 آخرين تم طرح مناقصة لتطويرهم، وتم فتح الظروف المظاريف الفنية في 3/12، وجاري دراسة العروض الفنية والمالية تمهيدا للتعاقد خلال شهر يناير إن شاء الله 2014. أما المحور الثالث وهو محور في منتهى الأهمية، لأنه بيعتمد اعتماد كبير جدا على التصنيع المحلي، وده من خلال 295 مزلقان سيتم تطويرهم بمعرفة الانتاج وزارة الانتاج الحربي بالاتحاد مع كلية الهندسة جامعة القاهرة. والميزة الكبيرة لهذا التطوير المحلي انه زي ما بنقول كده احنا هنملك النو هاو، يبقى تصنيع مصري بنسبه لا تقل عن 80-90%. يبقى التكنولوجيا بتاعتنا نعرف نطور فيها براحتنا، نعرف نصنعها، نعرف نوفر قطع الغيار اللازمه. فده الحقيقه هو اهم محور، وهو محور التصنيع المحلي، ويعني في بروتوتايب بيتنفذ حاليا، وبعد اقراره ان شاء الله هيتم التنفيذ باذن الله. هنبدا الاول بالاعمال المدنيه لحين ما يتم اعتماد البروتوتايب او النموذج، وبعد كده يبدا التنفيذ ان شاء الله باذن الله. طيب ده يسهم في حل كام في المية من مشكله المزلقانات في مصر؟ ده السؤال المهم. لا
ما هو حضرتك ده ان شاء الله باذن الله هيسهم في تطوير جميع المزلقانات المتبقيه ان شاء الله بمنتجه، لانه في مشاريع كهرباء اشارات زي القاهره اسكندريه وبني سويف اسيوط بنها الزقازيق اسماعيليه بورسعيد طنطا المنصوره دمياط، المشاريع دي لما هنكهرب الاشارات المزلقانات هتتكهرب وتتطور مع المشروع. طيب. فدول ليهم بلان معين ان شاء الله وشغالين في تطويرهم، وتم التعاقد على اول مشروع وهو كهرباء اشارات خط القاهره اسكندريه. طيب ده عليه حوالي 78 مزلقان، دول هيتطوروا مع المشروع ان شاء الله. طيب اما الباقي اللي هو على خطوط ميكانيكا هو اللي هنطوره ان شاء الله بمعرفه وزاره الانتاج الحالي. طيب باشمهندس محمد، احنا الدكتور احمد عبد المؤمن استاذ السكك الحديديه في جامعه بنها كان عايز يتناقش مع حضرتك، اتفضل. قوي قوي قوي. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. انا بس عايز انبه حضرتك يعني الحاجه مهمه جدا. تطوير المزلقانات زي ما حضرتك قلت مرتبط ارتباطا وثيقا بكهربه الاشارات. انت حضرتك عارف ان المسافه من بني سويف الى السد العالي اشارات ميكانيكيه تعمل بالنظام الميكانيكي. ايضا هي طب خليه يكمل النقاط، خليه يكمل يا باشمهندس. ايضا في معظمها بيعمل بنظام المانوال، النظام الميكانيكي اليدوي. فارتباط يعني البوابات، مش هتقدر تحط بوابات، ولو حطيت بوابات هيبقى الارتباط بتاعها غير كامل، مش فل اوتوماتيك، فبرضه هيدخل فيها في اعمال الارتباط العنصر البشري، والعنصر البشري قد يؤدي الى اخطاء. لذلك انا بطالب الحقيقه الاسراع، وانا عارف الجهد اللي بتبذلوه، ولكن يجب مضاعفه الجهد في كهربه الاشارات. زي ما حضرتك عارف ان حوالي 11% فقط من خطوط سكك حديد مصر هي المكهربه، اشاراتها مكهربه، والنسبه المتبقيه يعني حوالي 82% ميكانيكي، ارتباط ميكانيكي، يعني بدخل فيه العنصر البشري بدرجه كبيره. والعنصر البشري هو سبب المشاكل الموجوده على المزلقانات بنسبه حوالي 50%. اذا احنا عايزين نتلاشى هذا العنصر البشري قدر الامكان. فايه يعني راي حضرتك في هذا الكلام؟ تمام. انا احب ابشر حضرتك يا دكتور ان شاء الله في بلان طموحه جدا لتطوير نظم الاشارات واستبدال الاشارات الميكانيكيه باشارات كهربيه. اولها في قرض من البنك الدولي مقدار 630 مليون دولار لتطوير نظم اشارات على خط بني سويف اسيوط. ده نمره واحد. نمره اثنين كان لمسافه كم كيلو؟ 250 كيلو. طب كويس. 250 ده هيتم مده يعني البرنامج الزمني بتاعه ايه؟ مده التنفيذ اربع سنوات. والفلوس الفاندنج بتاعه موجود يعني؟ الفند موجود وتم اعتماده. معتمد. طيب احنا يعني كمان قطعنا صوت كبير في الطرح، يعني الطرح على مرحلتين، المرحله الاولى فنيه والمرحله الثانيه فنيه ماليه. خلصنا المرحله الاولى وباذن الله بنجهز للمرحله الثانيه. كويس. ده بتمويل من البنك الدولي. ده نمره واحد. احنا عندنا الوصله من اسيوط لسوهاج اوريدي متكهربه، بس متكهربه من سنه 68 وبدات يعني قطع غيارها يعني تنقرض. فالحقيقه يعني كان في ميشن للبنك الدولي الاسبوعين اللي فاتوا دول، وقابلوا معالي وزير النقل، وفي ان شاء الله باذن الله يعني دام كده لكهربه الاشارات دفعه واحده من اسيوط الى اسوان بتمويل قد يصل الى 500 مليون دولار. على فتره زمنيه قد ايه؟ الكترونيك انترلوكينج سيستم، يعني اي اي اس زي ما بنسميه، ويبقى على دفعه واحده ومعاه كمان اي تي بي سيستم اللي هو الاوتوماتيك ترين بروتكشن، وهيبقى الاي تي سي اس ليفل 1 اللي هو موجود في سكك حديد اوروبا. فيعني ده تم الاتفاق على ذلك في زياره البنك الدولي، واحنا في الاجراءات بنخاطب التعاون الدولي ان شاء الله علشان يتم الاعداد للتوفير. نتعشى من يتم التطوير الكهربي بسرعه حتى يتم تطوير المزلقانات برضو بسرعه يعني ان شاء الله. طبعا اذكرها جدا بس مهندس محمد. احنا برضو يعني تطوير المزلقانات على خط القاهره السد العالي، يعني مش هنستنى لغايه كهربه الاشارات ما تخلص.
ايوه لا في يعني زياده عن 70 او 80 مزلقان على الخط هيتطوروا وبحيث يحصل بعد كده معاهم انترفيس لما يجي نكهرب الخط ان شاء الله. النظام الجديد السيجنالينج سيستم اللي هيركب هيبقى عنده مقدره انه يعمل انترفيس مع اللي موجود. ان شاء الله ان شاء الله. يعني طريقه يا باشمهندس سؤال اخير بس طبعاً. يعني طريقه التطوير الناس هتلاحظها امتى؟ يعني امتى هتقل الحوادث؟ نقدر نقول ان احنا عندنا مزلقانات امنه والناس تعدي ازاي؟ وهيتعمل نظام لمرور الناس والسيارات والشاحنات والاوتوبيسات الحوادث الصعبه اللي بنشوفها؟ والله الناس المواطن المصري ما يهموش كتير يعرف الفندات او الصناديق اللي بتمول ده، ما يهموش كتير العمل الفني ولا كهرباء الاشارات ولا غيره، هو يهمه النتائج، عايز يعرف امتى هيكون امن على حياته لما يمر من مزلقان. والله يعني حقيقي يعني انا بنتهز هذه الفرصه واناشد الجميع خلال قناتكم الجميله دي انه يحاول يحافظ حتى على التطوير اللي احنا بنعمله مبدئيا واللي بيكلف لا يقل عن 1.5 مليون في كل مزلقان. يا فندم احنا يوميا البوابات اوتوماتيك تضرب يوميا بشكل يومي وتبقى الاضواء والاغراض شغاله والناس بتقتحم المزلقان. يعني ارجو انه يبقى في حمله توعيه تقودها قناه السي بي سي علشان توعي الناس. طالما في اضواء واغراض شغاله ارجوكم محدش يقتحم المزلقان لانه انت بتعرض نفسك للخطر وبتعرض الانفستمنت الكبير ده بتاع الدوله للتدمير والتخريب. فاحنا نناشد الجميع انه طالما في اضواء واغراض شغاله يبقى يحترم هذه الاشاره وما يقتحمش المزلقان لانه هو ده اللي بيعمل لنا مشاكل لا حصر لها. يعني حتى الشركات المنفذه دلوقتي للتطوير بتبذل مجهود في الاستعداد بالبوابات المضروبه اكثر من الجهد اللي هي بتركب فيه النظم الجديده دي. اشكرك جدا المهندس محمد محمود مسؤول تطوير المزلقانات في هيئه السكك الحديديه. تعليق سريع على كلامه. والله هو الدكتور والبشمهندس كلامهم مظبوط وتمام التمام واللي قاله فعلا صحيح. لكن بيحصل يعني تطوير في تطوير شغال في دي في اللي هو قاله لكن في حاجه تانية. يا ترى احنا زي ما حضرتك قلت كده عايزين حاجه ملموسه وسريعه على اساس ان نطمن حتى الناس ان الناس ما تقولش ان احنا بنركب القطر وخايفين او نعدي المزلقان وخايفين. لا لازم يكون في حاجه سريعه. الحاجه السريعه دي مش هتكلفنا كتير، ده احنا هنعمل شويه مطبات قدام البتاع 10 متر ولا 15 متر بعيد عن الكلام ده كله، تمام؟ نشغل الاجراس اللي الباشمهندس بيقول عليها شغاله كلها، تمام؟ نحاول اللي واقف على المزلقان دون في المزلقان دون هات واحد كمان يقف معاه عشان خاطر يقدر يعمل الكلام ده. لازم نحسس الناس ان في تطوير، واذا حسسنا الناس ان في تطوير نقدر نعمل على المدى البعيد توعيه بقى نقدر نقول المحافظات نقدر طبعا السكه الحديد ده مرفق لجمهوريه مصر العربيه كلها جميع كله لازم يخدم عليه. لازم في كل محافظه فيها مزلقانات على الاقل المحافظه تشرف تمام على المزلقانات دي وتطويرها. ما دي من احد المقترحات برضو تمام، لان كده كده الميزانيه بتاعتها بتاعت البلد كلها. قصدك ان المحافظه عارفه المشاكل بالظبط وقريبه اكتر من الناس وتقدر تطور المزلقانات دي مع السكه الحديد، لان كل محافظه هتبقى مسؤوليه كامله على اذا الزمت المحافظ والمحافظه في جميع المحافظات اللي بيصير فيها القطر تمام ان هو يطور مع السكه الحديد ويكون ملزوم الزام تام ان هو لازم يطور مع الهيئه تمام. الحاجات دي كلها هتبقى ممتازه، هنقدر مع الكل مش مع يعني ده برضو بناخد وقت طيب بعد الفاصل هنتكلم في الحلول اللي زي كده مع الدكتور احمد كمان، يعني نحاول نحط نقاط كده سريعه ممكن تفيد وزاره النقل وهيئه السكك الحديديه، لان اكيد لازم يسمعوا لازم يفهموا ويوقنوا تماما ان كل الناس عايزه تحل، مفيش حد له مصلحه. وفي الاخر الثمن بتاع الاهمال هو حياه المواطن وموته لا قدر الله، ده مسؤوليه اللي بيهمل واللي بيتجاوز واللي بيصمت
واللي بيعتمد على انه يعني المسألة ماشية، ده مسؤولية كبيرة جدا. وايضا اذا اتحلت المشكلة فاحنا بنعمل عمل عظيم جدا ان احنا بنحمي حياة المواطنين، خصوصا المواطنين الغلابة اللي يعني احنا نفسنا سبب جهلهم وأميتهم وفي الاخر ما يفهموش حاجة. بعد الفاصل. نتكلم عن الحلول بقى، يعني بشكل منظم كده الحلول اللي ممكن تطرح، ونتمنى ان يكون وزارة النقل وهيئة السكر الحديدية متابعينا وعارفين انه اللي بيتكلم عن الحلول هو بيبني مش بيهدم. الحلول اللي ممكن تكون حلول جيدة وممكنة التنفيذ في مصر بتلبي مطالب حل المشكلة نفسها وبتضع في اعتبارها طبيعة المجتمع المصري. دكتور احمد عبد المؤمن، قول لنا لو حضرتك وزير النقل ممكن تقعد تخطط لإيه بحيث انك انت تحل المشكلة دي سواء على المدى القصير او الطويل. انا هقول لحضرتك الخمسة ايز اللي وصلوا اليهم في البرامج برامج التطوير الموجودة على مستوى العالم كله، اللي جربت ونجحت، اللي جربت ونجحت وادت الى تحقيق الاهداف. نقولها بالعربي عشان الناس تفهمها. حاضر. اول اي منهم اللي هي الإديوكيشن زي ما قلت، اللي هي التعليم. التعليم والتعليم نمرة واحد. نمرة اتنين انيبلينج او الاتاحية، ان انا لازم اتيح جميع وامكن الجميع في المحليات ان يبقى عارفين ايه التكنيكس اللي هتستخدم للمزلقانات، عارفين ايه نظام الادارة للمزلقانات، لكل العاملين في هيئة سكة الحديد يبقى متاح لهم، لسائق القطارات، للجمهور يبقى عارف على جميع المستويات. ده النمرة التانية. التالتة انجينيرينج، وده الحل اللي احنا للأسف هو الحل الهندسي يعني اللي احنا مركزين عليه في مصر بس فقط، اللي هو حل ان انا اطور المزلقان، نظام التشغيل بتاع المزلقان. ولكن لا، ده حل، ده احد عناصر خمسة، وياتي في المرتبة نمرة ثلاثة بعد التعليم والإتاحة. ليه نمرة ثلاثة؟ لان انا لو عملت في سكة قطار وعلمت المواطن او سائق المركبة او المشاة ان اول ما تشوف سكة حديد عليك ان تنظر يمين ويسار، هينظر، مش هيعبر، مش هيحبس حادثه، لانه متعلم وفاهم في قضبان سكه حديد يعني في خطر. عليك انك انت تشوف الاشارات المضيئه، سلسله، مفيش اشارات، انت عرفت ان دي مجرد قضبان سكه حديد يجب ان تقف، السلسله مقفوله خلاص، مقفوله مفتوحه يجب عليك ان تقف. القوانين بتقول كده، حتى لو مفتوحة حتى لو مفتوحة، يعني احتياط طبعاً. اكتر ان ممكن يكون عامل مزلقان ما قفلش بالظبط، تخاف على بشري، لازم تخاف على حياتك. مش انت مش هتخاف على القطبان ولا على نفسك، انت خايف على نفسك. تمام. لان القطار لا يستطيع ان يتوقف، ما دي مشكلة، في مسافة قصيرة. القطار الذي يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة يحتاج حوالي 2 كيلومتر ليتوقف نهائيا، يصل من سرعة 100 الى سرعة الصفر. لا يستطيع ان يتوقف. يبقى ما نجيش نحاسب سائق القطار عشان حادثة في مزلقان، ما ينفعش. لان سائق القطار لا يستطيع ان يتوقف، لو توقف سينقلب القطار طبعا، يحصل اوفر تيرنينج من على القطبان وينقلب القطار فجأة، تبقى كارثة اكبر، لذلك البيهيفير بتاع الناس والسلوك العام بتاعهم اللي احنا قلنا نمرة واحد الاديوكيشن، تعليم، ابدأ بتلاميذ المدارس، تعليم او التوعية عشان نبقى التوعية فعلي. الارشادية. يبقى قلنا الإديوكيشن، الإتاحة، الإنيبلينج، وبعدين الهندسة أو التخطيط والكلام ده وكده، الإنفورسمنت أو الردع. الردع عن طريق القوانين، ده رقم أربعة. الرادع بقى بعد ما عملت له إنجينيرينج، بعد ما علمته، بعد ما أتحت له كل المعلومات وكل نظم المختلفة، يبقى أنت عداك العيب بالبلد. كده خلاص، أنت يجب أن تدفع غرامات، الفاينز بقى. وهذه الفاينز أو الغرامات يجب أن تكون كبيرة وأن تكون رادعة. في فنلندا للأسف برضو وجدوا أن الغرامات عندهم مذكورة في القانون بتاعهم، ولكن غير مفعلة وغير محددة القيمة. يعني القانون بيقول غرامة مالية، غرامة، لكن كام تقديرية بقى. لما جم عملوا برنامج التطوير في 2008 واللي انتهى في 2013 زي ما قلت لسيادتك، وضعوا غرامات مالية محددة وكبيرة. مثلا أيضا في كندا يعني قننوها إزاي، لو انت هتعبر تعمل ترسباسنج اول مره هتدفع $10
اللي هو المرور غير الشرعي. غير الشرعي. أو غير تاني القانون. مرة هتدفع $50. تالت مرة هدفعك $100. لو عبرت عبورا غير شرعي. مضاعفة. فبالتالي الناس يبدأوا يكش ويبدأ يخاف لأن مفيش حاجة بتجبر. رقم أربعة الناس إلا الناحية المالية. رقم خمسة. الحياة. نمرة خمسة evaluation. إن أنا أعمل أعمل evaluation أو متابعة وتقييم للأداء وتطوير مستمر. لأن مفيش تطوير من غير تقييم. كل حاجة تموت. evaluation إن هو يقيم الوضع إيه ويطور. طيب في 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 فنلندا اقتراحات الناس ايه؟ ده اللي بيقوله العلم. اقتراحات الناس قالوا ايه؟ قالوا نمره واحد اعمل انشاء الاسوار فنسنج عشان امنع التريسباسنج. طيب هل يعني معنى كده ان انا اقفل مزلقانات؟ انا شايف في مصر وفعلا في مزلقانات لابد ان تغلق لانه مش معقول تماما. طب الناس تمر لانه مش اقول لحضرتك لانه مش معقول يبقى في مزلقان ومزلقان يليه على بعد 100 متر. ما ينفعش. طب ما يمروا من مزلقان واحد. مزلقان واحد. يبقى انا عملت مكانين احتمالين لحوادث. بالظبط. يبقى انا زودت. خليه احتمال واحد. احتمال وقوع حادثة. طبعا. زودته. زودته 50%. بالظبط. بالظبط. طيب والناس تروح فين؟ يبقى لازم ده بقى اللي انا لازم اعمل بروبلم سولفنج. احل المشكلة. اون سايت. ادرب الناس. واوعيهم. واعمل خطط مرورية. وارشدهم. ان اوسع المزلقان اذا كان اوفر لهم البديل. اوفر البديل الموجود هو اوريدي موجود. موجود. فلابد ان يطور عن طريق انجينيرنج يتوسع. هندسي. وإدوكيشن وخلافه. هذا سيقلل كتير جدا. عد بقى الالف 1332 ولا 37 مزلقان. ممكن اقللهم لكام؟ 800 500. اللي يساهم لي بتقليل نسبة الحوادث بحوالي 40-50%. واسهم في يعني في امكانيه التطوير لان التكاليف هتقل. بالظبط. بدل ما اطور 1332 اطور 800 او 700 واعملهم نموذجيين. تمام. بعد كده اللي هو الاديوكيشن حملات التوعيه. وانا ارجو انا في في, في هذا المنطلق انا الحقيقه عملت جايد باللغه العربيه دليل كتيب صغير جدا قلت فيه ما هو المزلقان. لان انا عارف ان الشعب المصري ممكن تجد ناس ما تعرفش عن ايه مزلقان في حياته. مع في ناس ما انا يعني قابلت طلبه في كليه الهندسه ما ركبش قطار سكه حديد ابدا. فما يعرفش السكه الحديد. ما يعرفش عن ايه. ممكن ما يعرفش عن ايه مزلقان كمان. فيبقى لازم اعرفه يعني في الميديا ما هو المزلقان. طب والكتاب ده ليه ما تتبناش وزاره النقل؟ هقول لحضرتك. هكمل لحضرتك. النقطه الثانيه في هذا الكتيب قلت له ما هي عناصر الخطورة على المزلقان؟ 20 عنصر باللغة العربية بأسلوب سهل بسيط. علمي وسهل وبسيط الذي يستطيع أن يقرأ ويكتب يفهم. النقطة الثالثة والأخيرة هي بعد ما علمت مصادر الخطورة أوعي ما هي النصائح التي يجب عليك أن تؤديها عند عبور المزلقان. حوالي برضو 18 أو 20 عنصر. أخذت هذا الكتيب وطبعته في كلية الهندسة بشبرا حوالي 8 صفحات صغيرين صغير. حجم اليد بوكلت صغير. وعملت به خطاب السيد وزير النقل في الشهر الماضي. وجاءني الرد الحقيقة بالشكر من السيد وزير النقل. وطلبنا تعميمه. وطلبت تعميمه على وحدات المرور على مستوى الجمهورية. أي سائق أو أي سائق مركبة سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو غيره يجب أن يكون هذا الكتيب من ضمن المستندات اللي بيمتحن فيها التي يختبر فيها. ياخده هيتكلف كام طباعة؟ هيتكلف 2-3 جنيه. أقل 8 صفحات. وممكن وربما بالألوان بالألوان وجميل مش هيزيد على ذلك. وفي نفس الوقت هيكون إلزامي وتعليمي يندرج تحت education. طب هما جه الرد بالسكر. بعد السكر في تنفيذ ولا لسه؟ اعتقد انه هيكون في تنفيذ بالاتحاد مع نائب مع سيد نائب وزير الداخليه للمرور. مساعد وزير الداخليه مساعد وزير الداخليه للمرور. وانا بنحاول في كليه الهندسه في شبرا ان نتواصل معه ان شاء الله. تمام. استاذ محمد انت سمعت الحلول الخمس عناصر اللي طرحهم الدكتور احمد. الحلول بقى العمليه اللي على الارض كمان عندك افكار مقترحات عايز تقول لوزير النقل طالما عرفت تقابله ممكن تقابله هنا عبر الشاشه. اكيد. اولا انا عايز اطور عمال المزلقانات دول عاده في السكه الحديد كلها تمام بس بالاخص ما دام احنا في مشكله المزلقانات يبقى غفره المزلقانات دول لازم يكون في توعيه كامله زي ما الدكتور قال. تمام. هو الدكتور اتكلم على الناس عامه لكن انا بتكلم على
غفير المزلقان ده ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ده يتعلم، ده احنا عايز، ده اول حاجه لازم يعرف يتدرب ايه اللي بيحصل في الاوقات اللي زي كده، بيحصل فيه حوادث، بيحصل فيه كلام ده كله. ده حاجه. تاني حاجه بنطالب وزاره الداخليه ان هي تحط عسكري على الاقل على جميع المزنقات اللي هي ايه الرئيسيه اللي معروفه. على اساس للناس يعني غفير المزنقان دون بيتضرب. ايوه بيتضرب. ليه؟ لا اصل ما يجي يمنع واحد يروح جاي شايل السلسله ويروح جاي. على فكره مشكله السلاسل دي كمان، ما يحط الشادوف ليه؟ الشادوف تقيل ما يقدرش حد يتجاوزه. اللي هو الشادوف اللي بيبقى اسمنت كده؟ لا هو بيبقى حديد، بيبقى حديد وبينزل على بينزل اللي هو بيشوفه ده. حتى لو عربيه حاولت تتجاوز مش هتعرف. انما مع السلسله تعرف. السلسله بيروح جاي شايلها بايده وخلاص، خلاص الموضوع منتهي. دي حاجه. ليه احنا مجنون ده ولا بيبقى عمره ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو رب يعني سائق حافله او اتوبيس او سائق عربيه يبقى السلسله مقفوله، وعارف معنى السلسله مقفوله ان في قطر جاي، وبعد أكيد. ذلك سيادتك يرجع يشيلها ويعدي بالعربيه، فالقطر يشيله 3 4 كيلو يسحله هو لكل اللي معاه، ويموت لنا 60 يموت لنا 40 50 اطفال. اكيد اصل القطر دون مش عربيه صغيره يقدر يفرمل يوقف العربيه. لا ما دكتور بيسحب ما يقدرش. وبعدين احنا دايما كبش الفدا عندنا السلوس، سواء القطار عامل المزلقان، غفير المزلقان وعامل ابتدى والقطار تمام، والبتاع البلوك بتاع البلوك، بس دول ما فيش حد بيتحاسب غيرهم. فعشان كده طب انتوا بتحاسبوهم، طب دربوه حسنوا احوالهم علموهم. لانهم لازم يكون لهم ميزه. دول لازم، معلش انا اسف، ما اكونش انا راجل شغال في مكان ما بتعرضش للمخاطر، ما بتعرضش للبهدله، تمام. غير الراجل بيتعرض للبهدله ده. وما ينفعش حد شغال بالجهاز العصبي ده والتركيز ده مع القطارات اللي رايحه جايه والمواطنين ويشتغل 12 ساعه في اليوم، ده غير ادمي، وهو احد اسباب الاخطاء البشريه، لانه خلاص بيطلع يعني 12 ساعه تركيزه بيقل اكيد. وبعدين لما بيكون واحد على المزلقان دي مشكله كبيره. ولنفترض انت مش موفر له سبل المعيشه العاديه، تمام، ساب المزلقان وراح مثلا في اي دوره ميه اي بتاع بعيده، تمام، وحصل كارثه. ايه اللي يحصل؟ طب يعني هو عنده عاملين له اوضه ما عرفش دوره ميه ليه؟ طب هي في الاوضه، مفيش اوضه. ها انا عايز بس اقول لحضرتك ان في خطه التطوير الحاليه يتم انشاء غرفه حوالي 3 متر او 3 متر ونص في 4 متر. بيها عظيم. غرفه كمبيوتر، بيها غرفه بطاريات، بيها دوره مياه يا فندم. على ان يقوم عامل المزلقان يكون مدرب على الاقل، يبقى معاه دبلوم صنع عشان يفهم ويقدر يشغل صح. التشغيل طب المطلوب حضرتك يعني. انا عندي في شركه الخدمات المتكامله، انا عندي 3 ارباع الناس اللي فيها، انا اسف، شغالين بتوع نظافه وبتاع امن، كلهم مؤهلات عليا. ليه ما نستخدمش الناس دي؟ اذا كان احنا بنديلهم حاجات كتيره، تمام، يعني بنديلهم فلوس كتيره، طب وليه ما نستفدش منهم؟ عينهم بدل ما انت بتقول عندك عجز، عينهم، شغل الناس اللي موجودين دول عشان خاطر يقدر يسد العجز بتاعه. ما يقولش انا اصل انا ما عنديش. طب ما انت عندك. لا ده عنده عدد عماله كبير جدا. ما هو احنا عاملين ايه؟ دايما بنحط الناس الغلط، تمام، في المكان، في يعني بنحط الناس الغلط في المكان الصح. يعني انا بجيب واحد مش مؤهل واحطه في المكان ده، ما يقدرش يدير. هو يعني هي السكه الحديد كده، نحط واحد مهندس، تمام، في موارد بشريه، ما اعرفش ليه، مع ان الاتش ار الموارد البشريه دي محتاجه حد متخصص في الموارد البشريه، والمهندس ما هي انا محتاجه. ايوه، هو كفء في مكانه، هو مهندس كفء في مكانه. لكن ما تجيبولوش موارد بشريه. ما تجيبولوش موارد بشريه مش عارف فيها حاجه. تمام، هو لو عارف شغله كويس في يعني كمهندس خلاص. لكن انت دلوقتي بتحط الناس ملهاش دعوه، ملهاش اي صله، بتستنفذ مواردك ليه؟ انت عندك شركة النظافة، وانا بقرر تاني، شركة النظافة دي بتاخد فلوس كتير من عندنا. طب انت عينتهم وقلت انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، الجهاز الاداري في الدولة هيديك، لانك انت كده كده بتديله، هتوفر نص المصاريف دي كلها واستفدت. ليه؟
ليه انت سايب الناس دي كده؟ هي في حاجات بتحصل في الهيئة صعب انك تصدقها بعقلك. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. اذا كنت انا راجل بفتش على حاجة معينة، يعني لما اكون رئيس هيئة او نائب في الهيئة، يطلع يشتغل في احد الشركات دي، يطلع المعاش ويشتغل في احد الشركات دي ليه؟ اذا ما ينفعش، لانك انت بتبقى رقيب عليها وبتبقى طالع مثلا على شركة معينة، تمام، بتفتش عليها. فطبيعي انت عارف هتطلع من على المعاش وتروح داخل على ايه؟ على الشركه دي. يبقى هفتش عليها ازاي؟ كونفليكت على طول، صح؟ اه انا عايز اعرض مصالح. اتفضل. هو نسبه، انا عايز بس اشير لحاجه كده. انت عارف حضرتك ان نسبه المزلقنات في جمهوريه مصر العربيه بالنسبه للاطوال 0.3. عارف حضرتك النسبه دي يعني عدد المزلقنات لاطوال السكك 0.3 يعني 3 من 10% يعني رقم صغير جدا. عارف حضرتك في امريكا بيوصل هذا الرقم الى 1.19% يعني اكبر كتير. في النرويج 1.27%. بس في سيستم الدنيا ماشيه بالظبط. في ايران عملوا حل جميل جدا الحقيقه. ايه هو الحل؟ هل حضرتك بتسمع ان في حادثه قطار في ايران؟ لا ليه؟ عملوا حاجتين. هما بسرعه بس عشان وقت الفرص. حاضر. اطوال السكك في ايران ضعف اطوال السكك في مصر. تمام. حوالي 8500 كيلو. تمام. عدد المزلقنات الحاليه في ايران 268 مزلقان. ليه تقلص؟ تقلص اقل من نسبه 0.03. اصبحت النسبه 0.03. لماذا؟ يعني 3 من 1000. لان البرنامج اللي اتبعوه من نقطتين، وهو غلق معظم المزلقنات بالطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها. بحيث انشاء الثانيه اسوار وحواجز باريرز خرسانيه قويه حتى لا يستطيع احد ان يخرق السور زي ما بيحصل عندنا. والحل الثاني يعني يخرم السور كده ويعدي منه. والحل الثاني هو قلل العدد. قلل العدد نهائي. تمام. هو توعيه المواطنين. تمام. اشكرك جدا دكتور احمد عبد المؤمن، استاذ سكك الحديديه في كليه الهندسه شبرا جامعه بنها. اهلا وسهلا، شرفتنا. واشكر الاستاذ محمد عبد الستار رئيس النقابه المستقله للعاملين في السكك الحديديه، بشكرك جدا. وان شاء الله باذن الله تحقق امنيتك وتقابل وزير النقل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت وزملائك في النقابه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضراتكم جدا، واشوفكم في حلقه جديده من لازم نفهم يوم الاربعاء الساعه 9. صباح الخير.